اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير اموركم احوالكم؟ كنتمنى كاملي تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم معايا، مرحبا بيا معكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم يا اختي واحد الفيديو، شنو نقول لكم؟ واحد الفيديو سلم على البنات. ايوا ملي تبقى تطلع وتلقاني هزه التليفون حسبهم راه عندك في قلب دارك، وسلم عليهم وقول له السلام عليكم لي زونفو. كي كنقول يواجهوا انا راسي انا قدي، خليني نهضر بالعربيه ما تعرفش تقول لي. وقلتها لك داك النهار، قلت لك ما تعاودش تتعدى على الفرنسي، الله يرحم ليك الوالدين. قلتها لك قلت لك ما تعاودش تتعدى على الفرنسي. يلاه بهضر بالعربي. السلام عليكم مدام مسيو. واه السلام عليكم الخوت، كيف دايرين؟ بخير مزيان الله يحفظكم، وحوشكم مبروكه، ونتمنى عليكم بالخير والرباع والصحه وزيد الرزق. الزوج الكريم ولا كيعرف يهضر، نهبط من هنايا. هاي هاي هاي. المهم اليوم البنات، فيديو اختي جديد، اليوم كاين ما يدار معاكم، كاين ما يدار معاكم ان شاء الله، وخليكم معايا اختي تنسال. ايوا يا كبيدات، دخلت للدار، لقيتوني يلاه تجي دابا عاد للدار. الكبيده ما غاتفهمي والو، وغاتقولي كيفاش هادي، قالت لي غنديك معايا وغنديك معايا وما داتنيش معاك. شوفوا انا انفو كنخرج للزنقه، كيولي خصك تقضي هادي، تمشي لهادي ديري هادي ديري هادي، مكيبقاش عندك الوقت نهائيا. غا شاده بحال الشيفور، غا هز الطوموبيل ونتي كتسوقي ونتي كترولي هنا 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 هنا، ما كتساليش نهائيا. المهم البنات، لقيتوني يلاه دخلت دابا عاد للدار. بغيت نوريكم شنو جبت على ماما. صبري نوريكم شنو جبت على ماما هنايا للعشاء. شها حميد، ساحة حميد ضرب واحد جوج ليفات، تبارك الله 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 الله. ها نتوما البنات، التيشا، التيشا بالحلبه يا لالا، ونعم سيدي. المهم التيشا البنات بالحلبه، ولكن عندي واحد الروينه هنايا خصني نغسلها ديال الغدا، خصني نغسل ام عينات، ماشي ديال الغدا، مي مور الغدا يعني بداك الوقيته ديال الكوتي. المهم خصني نغسل هاد ام عينات، تحيدهم عليا، غنصور معاكم، نجمع الكوزينه عاد نمشي البنات الناس. اهم حاجه في الدار خصها تكون مجموعه، هي الكوزينه والصاله. الكوزينه والصاله راه من اهميات ومن مهميات ومن اهم الحوايج خص يكونوا في الكوزينه. نجمعها هكا فيت في زربا نخفل، وغادي نمشي داك الساعه اجي معايا اختي، اجي معايا لهاد الروينه. وبغيت غير نفهم يا ويك ويك عباد الله، بغيت غنفهم وحق الله العظيم. اول حاجه هو انه حميد كيبغي هاد الحليب ياك، هادي هو الاولى اللي انا بغات تسطيني. كيجيبو على اساس غيشربو، ما كيشربوش كيحطو هنا، لا غدا كيجيب واحد اخر على اساس غيشربو كيحطو هنا، بعدو عاوتاني كيجيب واحد اخر على اساس. فالتالي ملي كنمشي انا دابا بحال هذا وقيلا خسر، هذا خسر ما فهمتش. وانا ما كنشربوش، انا ممنوع عليا كاع داك الحليب اللي ماشي معقم، داك الشيء اللي ما معقمش نهائيا، كلشي ممنوع عليا، ممنوع عليا الطبيب. وانا تاع اللي كيعجبني هذا، كنحمق على هذا، كنموت على هذا الحليب، ما عرفتش كيجري فيه واحد اللوغو مبدل، واش حيت انا ولفت كنشرب غير داك المعقم ولا ما فهمتش. مهم. والحاجه الثانيه هو انه انا كنجمع حمد كيرول، انا كنجمع حمد كيرول، انا كنجمع حمد. المهم ماشي مشكل بلا ما نحمقكم معايا. دابا اختي زيدي معايا، نحيدو بعدا هذا الشيء، نحيد اختي بعدا المعلومات والو، عاد نشوفوا هذا الشيء شنو غادي نديرو فيه. يلا خليك اختي، خليك معايا باش نبوه لك عقلك. والبنات هنايا بديت كنغسل هاد المعينات هادو، وانا عقلي كامل في داك الكسكسو اللي غادي يجيب حميد، حق الله العظيم. عرفتو هنايا راني معاشيه في دارنا، ما نعاود لكمش، ضربتها تعشيت. وصراحه منين جاب حميد كسكسو والله ما قدرتنا ناكلوه، لحقاش تبارك الله ما شاء الله عطاوه بزاف، وتبارك الله ديك الشيء كثير، وحنايا غير انا والينا وحميد، فما ما قدرناش ناكلوه، كنا غير في دارنا. ومع الليل ماما قالت لي لا ما تخرجيش حتى والبرد وداك الشيء وتجي جايه، ما انا قلت له يلا زيدوا نديوه لماما وناكلوه مجموعين ولا.
حيتاش الليل عرفتو، راه حنا دارنا فوقاش ما مشيت لها راه مفتوحه فوقاش ما مشيت لها. ايوا صافي البنات في التالي جلسنا كلينا غير واحد شويه، والتالي جمعت داكشي قلت له خلي خليتها الصبح ان شاء الله نكونوا جيعانين، دابا تعشينا يعني راه حنا مزيانين. المهم هنايا البنات كنغسل المعينات اللي كانوا عندي، وعرفتو المواعن ما كتعرف فيهم منين كيصلاطوا عليك، وكنغسل حتى كنعيا وكنلقى مواعن اخرين في التالي واحد الكيسان، قلت لهم والله وليداتي ما عاد بقاو هنايا. صافي هنايا موراها ديريكت غنستف داكشي اللي خاصو تستف، وغادي ندوز البنات نمسح البوطه كان فيها حيت غاسله، يلا غسلتها وكان فيها غير بحال داكشي ديال الخبز، داك فتات ديال الخبز وداكشي. صافي اختي مسحتو، غادي ندوز داك الساعه راني نشوف هنايا، راني كنزرب واحد الزربه ديال بصح، وكنهضر غير مع راسي وكنقول ياك 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 ما ياك ما ياك ما ياك ما، واني ان شاء الله ما يكون غير الخير واللي كان مكتبو علينا سيدي ربي غادي ندوزوه. خصوصا البنات راه المراه اي مرأة واي بنت راه ملي كتكون عندها شي تجربه مع شي حاجه كتكون خايبه كتولي عندها لا فوبيا منها، البنات كتولي عندها فوبيا من الناس. دابا مثلا انا عندي الحمل عندي منه الفوبيا قاصحه كتجيني صعيبه صعيبه بزاف والله، ماشي التربيه وماشي الفلوس وماشي لي كوش وماشي الحليب، لا داكشي قال لك الله سبحانه وتعالى ما كيرزق الواحد ما كيجيب الواحد الكرش مهمته حتى كيكون رزقه يعني برزيقه كيخرج اي وليد في الدنيا، ولكن البنات الصحه اللي قاصحه اللي كتكون صعيبه. مهم ان شاء الله تتفرجوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا شنو كاين. وي البنات يلاه ساليت دابا غادي صافي بقالي غير هادو نحطهم، هاد المعينات يلاه جبتهم عاوتاني غادي نزيد نغسلهم وصافي. المهم بقى لي والو صراحه، بغيت نجفف واني خليتها حتى الصباح ان شاء الله حيت باغا ندير معاكم شي حاجه وباغيكم تكونوا حاضرين لها. دابا المشكله عاين نقول لكم مشكله فين هي عاين. دابا المشكله يا البنات فين كاينه؟ المشكله كاينه انه انا قلت لحميد تشهيت كسكسو تاع شي موت تشهيت، وعرفتوا قسما بالله يا البنات الا انا اصلا دائما كيعجبني كسكسو ديال يعني خصوصا ديال الموت، ما عرفتش علاش ممكن حمق عليه كنموت عليه وتشهيت ديال بصح. انا كسكسو ديال الموت اللي ما كليتش، ما كليتش كسكسو ديال حنا الله يرحمها وما كليتش ديال خالي، وليني ديال الناس ما عرفتش علاش كيعجبني كنتشهى كيبقى فهمتو خاطري في داك الكسكسو هذاك، ما عرفتش زعما واش كاين الناس بحالي ولا ما كاينينش بحالي. كسكسو ديال الموت ماشي اي كسكسو، نقدر نديرو في الدار يجيني عادي، وليني الا كان ديال شي حد مات ولا كنبقى كناكل كنبقى كنقول الله يرحمك الله يرحمك الله يوسع عليك الله يرحمك بواحد الحب فهمت، بواحد كنرحم عليه كانه شي انسان كنعرفو واخا انا ما كنعرفوش. حميد اليوم بقى دير داكشي في راسو هادي شي 3 ايام، انا قلتها له هو زعما حميد اليوم واش جابو لي وابا صبروا صبروا غير سكتوا 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 يا ربي السلام. منيتك راك سكسو هذا بالله ما كاين، قول والله ما كاين. شتا هذا جايب يدو نجيب لك انا هذا دابا ما كاينش هذا بالله واش كتهضر منيتك زيد وي سيري تبارك الله ويلي طبسيل كبير توحشة حامد بنتي ولك هذا نهز قلت لك في ساعتك وجبتي الطبسيل كبير تبارك الله شكون عطاه لك؟ اين موت هادي؟ الله يرحمه ويسع عليه حميد راه مريض مسكين من ظهرو ديال الموت ديال من الموت. البنات كيفاش؟ زعما بقيتي كتجيب الطوموبيل صحبت غير شي طبيسه صغيره دوز لك ولا الكادا اه داك الشيء اللي يلاه زمش شو الكادا والله الا شحال الساعه عندي عندي غرض انا نطلع الفوق باش نطلع التبصيل المواليه نعيد ديال الطريطو على الطبيسه وين يا حبيب صبروا صبروا نوريك انت نضربوها ناري وراه فيها الدجاج هادشي تبارك الله كي غنديرو ضروري خصنا الجموع كي غنديرو نخرج تبارك الله تناكل كسكسو نتوما خوتي يلا مشيت ديت كنقلب فين ما كانت كان حدا الجماعة شي كيطون شي جاك ونقول لهم واش الموت هادي يا ما قال لك اسيدي تشهد الطعام ديال الميت وماشي ندير
نحكي ماشي تال دابا. هاي مايم ماشي تال دابا مفوقاش من ديما كتشها انا طال ديما ديما وليني لهاد الايامات بديتي عليا بزاف لطيف دابا كيفاش هادشي ما فهمتش والله ما فهمت انا دابا الظهر ديالي ولا تفتح حتى وجديد وديك الساعه عيطت لي نطلق سيري هزي وسيري هزي تقدري هزي ياك تبارك الله حتى شنو البنات طبسين تاع 10 الناس ماشي ديال وفيه دجاجه والله يعطيه الخير هاد صاحبك شكون هو الله يرحم مسكين باه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه والله يغفر له ان شاء الله يكون جنة الفردوس خالد مسكين خالد ولا كان شي يموت في تزال فوق بقاو تعيطوا على حميد قبل ما يجي الله يبعد علينا وعليكم الموت الله يبعد هي راه ما غاتبعدش الموت فينا وفيكم كضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا يعني كنا غندوقوا كنا غادي نجربوا داك التجربه ولكن فريمون كنتي قاصحه خصوصا ملي كيمشيو الوالدين دابا ما عرفتش اختي شنو غادي نديروا انتوما يا البنات شوفوا يا اختي انا كنت باغي فخيد وشويه ديال الحميم مصات والكسكسو بالتفايا الزوج الكريم مشى كيقلب كيقلب كينبش كينبش ترقى تبارك الله ما شاء الله قصعه كامله واش كنتي معروض واش مشي حقك حبي والله لبوي صاحبي مسكين مات اه جماعه الطعام كيطير صافي صباح الخير يلا خلينا ناكلو نات وحق الله قسما بالله العظيم الى باقيين عندنا الناس ديال الكرم في المغرب وفي تازة وفي المغرب كامل والله البنات شوفوا هاد السيد عارفني كاينه غير انا وياك وشوفوا مسكين عطاه طبسين تاع 10 ديال الناس يعني تاع عائله كبيره قال له لا عاين والله حتى تدي هاد الطبسيل هذا الكبير الله يحفظهم والله يرحم الوالد ديالهم وصراحه طعام بنين والله العظيم الا غزال 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 حنايا كنقولوا زعما ملي كيكون الله اعلى هذه غا اونتر بارونتيز كتكون هضره ديال حنايا ديالنا زعما حنا في مدينتنا ولا العرب كاملين ما عرفتش المغرب كامل ولا ما عرفت كيقول لك زعما السيد ملي كيكون شي حد ماتو كيكون الطعام ديالو كيجي لذيذ كيكون مزيان داك السيد وحق الله كيقول لكم ملي كيكون باسل كيكون وما نعرفت اختي هادشي تخرب عمرش عثمان نور يا ضليل والله الا غزال يا البنات غزال غزال ايوا يا البنات شنو نقول لكم كليت تبارك الله كسكسو عمرتها بعدا كسكسو تبارك الله غزال 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 والله الله يخلف عليهم الله يجعل البركه وبغيت نبارطاجي معاكم دابا هذا الشيء اللي جابني مع حامد شوفوا قبل ما غندير لكم معاكم هذا التيست بغيتكم تسمعوني مزيان انا خاصكم تفهموا علاش انا ما قداش وشنو هو المعاناه الصحيه ديالي وعلاش انا ما قداش دابا على الحبانه ابار دروج ابار كلشي اول حاجه الوليدات كيتزادوا برزقهم انا ما عمرني ما كيخلعوني الوليدات على زعما الماديات انا ما كيخلعونيش الوليدات على الماديات نهائيا غير انا كنفكر كنقول الوليدات خصك تحضري لهم مستقبلهم وهذه راه واحد الحاجه لوجيك ماشي ما بقاتش في ولد 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 راه الا جينا كل نهار نبقاو نولدوا كل عام راه حنا كنولدوا ولكن لا خص المستقبل ديال ديك الوليدات خصك توفري لهم بزاف ديال الحوايج لا بالنسبه لقرايتهم المحيط البيئه الدار النفسيه كتهيئهم على كل شيء هذه الاولى ثاني حاجه البنات نتوما عارفيني اني انا كيوقع لي بزاف د الحوايج انا كيجيوني اجهادات بزاف انا دابا غير مورا الينا شوفوا شحال مره جاتني الاجهاد وقبل الينا شحال جاني ديال الاجهاد يعني انا ما عرفتش علاش كيوقع لي داك الشيء ما عرفتش واش عندي شي الغريب في الامر هو اني انا درت تحاليل فما كان عندي والو داك الوقيته يعني انا دابا ما عارفه حتى شي حاجه باش ولدت بنتي كانوا عندي لي كيست بعدا باش ولدت الينا راه كانوا عندي لي كيست في الوالده وحملت بالينا يعني الحمد لله مشات الحماله في 4 شهور كانوا وقعوا لي بزاف ديال الحوايج خايبين بالينا يعني بحال اللي عندي داك الصوره الخايبه على الحبانه بكل ثقه وبكل صراحه داك الصوره الخايبه لاني كنبقى عندي تخوف نقدر نحمل ويوقع لي اجهاد ويوقع لي بحال المره اللي فاتت درت داك الكورتاج قبيح صعيب قاصح جاتني انفيكسيون كنت كنتهز السما ونهبط بالاخر المهم بزاف ديال الحوايج وما نطولش عليكم هادشي علاش انا عندي خوف ولكن انا كنبغي الوليدات انا ما كرهت زعما نكون على صحتي والله ما كرهت كره دابا عندي شي وليني عندي فكره ديال تبارك الله جوج بارك الله يخلف ويجعل البركه ولكن ما كرهت زعما انا الوليدات كنحمق على الوليدات بسلتهم بمرضهم باعصابهم بحلاوتهم بزوينه ديالهم كيعجبوني الوليدات
ولاني لي ظروفي احكام انا كيوقعوا لي فسكوش بزاف. هذا هو المشكله اللي كنقدرش بها، هو لي فسكوش اللي كيوقعوا لي بزاف بزاف بزاف. داكشي علاش انا كنخافمتو كيفاش. المهم تيست ها هو، غادي نشوفوه وغادي نبارطاجي معاكم. حميد ايوا يا حميد ايوا يا بيت، سمعنا خبر الخير. كيف ما بغى يكون الخبر غنتقبلو. الا كان مثلا نفرضوا انه يعني انا مازال ما شفتش كون حامله، غادي نحمد الله ونشكره على هذيك النعمه وهذيك الهديه اللي غيعطيني. غنحيد من راسي الفسكوش، غنحاول انني نتناسى وما غنحط لكمش الفيديو دابا، غنخلي واحد شويه عاد نحط لكم الفيديو. كنت ما حاملاش حيتاش ما عرفتش، كنت ما حاملاش البنات. غادي نحط لكم الفيديو وغادي نمشي للطبيب نشوف راسي شنو كاين، حيت فريمون لي ريغل ما بزاف هادي ما جاوش. فالا ما جاوش كيكون شي حاجه، سواء كيكون الحبامه سواء كتكون شي حاجه اخرى. المهم باش نديرو بعدا التيست ونرجع معاكم. المهم المهم هانتوما نعم بسم الله. حميد دابا دابا ودابا غير سمعني دابا، ان شاء الله ان شاء الله الا كنت حامله وديري دابا بسم الله بسم الله. حشاكم البنات واش كنصاوب واش صبرت يكمل شباب باش كتعرفوني لا وين انا باش كتعرفوا دابا صبرت يكمل احكي شي حرقاتني لاباس عليك انت باش باغي بلا كذب قبل ما نقول لك شفت التيست بابا باغي باغي يكون اللي بغى يكون يكون كيفاش اللي بغى يكون يكون باغي 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 100 مليون لا بنيته ولا وليد بنيته ولا وليد وليني زعما الا كان شت قبل بنيته ولا وليد ولا كذا اللي جا من عند الله مزيان عندك جوج وليدات درتي جوج بنيته اللي جا من عند الله قابلو واش عارفين تفتيني سيري نوريكم البنات النتيجة حق الله تبقى فيا الحال قسما بالله تبقى فيا الحال والله الا بقى فيا الحال ضرني قلبي قسما بالله اضربو مع هذا شوف شو بالك هنايا ما عرفتش انا سمو كان احمر شي لا يلا سوا شو شريطة شريطة كتعني ما حاملاش باطل حنا السعية ديال الطعام السعية ديال الخام باطل السعية ديال الطعام شوف سير 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 حيت شنو صافي هذي كتبين هذي كتبين الحقيقة هذي كتبين الحقيقة هذي أنا عندي معاها ربي يصبح لنا عند الطبيب هذا الله تسمع لي تبين هذي واش هي كديري شي خصائر اللي واش ما كتعرفيش سمو كتقول زعما ما باينش لا لا كيبان البنات ولا انت طبيبه انت يا طبيبه انت كتفهمي في كل شيء كتفهم في كل شيء مالك دابا ساخط نتايا عاوتاني راه ربي اللي كيعطي وربي اللي كيدي سيري وسيري وا واش هبيب واش هبيب ولا ماكوش تاني وا هبيب اللي بحال داك اللي كيضربوا لي الطعامي فين ما كانش يموت كنقلب لك على الطعام وماشي سال دابا ديما كتقلب لي على الطعام سيري واش سمعتي دابا ماشي ضروري كوكات واحد لا والو غير هاد ليام ناس ديال الاخر البنات شوفوا نقول لكم واحد الحاجه وحق الله العظيم بقى فيا الحال عرفتوا علاش حيت واخا هكا كتبغي بحال قبيل فيا الحال ولكن كضحك كتفهمي غير سمعني وبالي غنبكي يا ويلي واش يبين ما يمكنش خصك ترضى بقضاء الله وقدره اي حاجه طالك سيدها برضى بها قول لها الحمد لله وانت بنتي هاد الشيء الا ما كانش الحباله ما كايناش اذا تقدر تكون شي حاجه اخرى يعني خصك تقول لي اه مدامتي خصني نمشي نديك للطبيب نشوف لك شنو عندك الله يستر الا كان عندي شي مشكله في شي الله يستر شحال من وحده كيكون كتحسب كلشي البنات منفخه ديال بصح نقدر نمشي للطبيب منفخه شحال من وحده كتكون عندها كوره وهي ما عارفه نقدر نمشي للطبيب نقدر نمشي للطبيب طويلي استغفر الله العظيم السيد باش يقول لي جري جري على راسك امون انا الطبيب مشي للطبيب يقدر يكون عندك شي حاجه قدام كيقول لك انا طبيبه انا كنولد انا العصمو عندك انا ولي شوف كرشي حامل سمو كرشك صافي باين راك حامل باين راني حامله ما حاملاش شنو التيست قال لي ما حاملاش انتوما
تيست وانا صافي انا نجي ندير هذا القشر هذا ديال الاخر ديال الطباشير دير فيه داك الطق ونبقى كنعانف التالي كذا الطبيب. كنت كنعرف الحمالات انا ديالي كنت كنعرفو من الاول عاد كنمشى للطبيب بالتيست بهذا هذا القشر الطباشير اللي قلتي وداك الخطر اللي قلتي لي كذا ما كاينش كذا مشينا للطبيب وجبرك حامل يا وديك الساعه اخي كان باقي ما دابا انا دابا 10 ايام ديال الروطه انت شري تمشي للطبيب انت باغي يحملني صحه هذا صحه بغي يبغي شي داك التمر اللي دوزت تمر اسمو تمر انت ناس حنا ضربنا حال حنا اللي ولدنا وماشي دابا وماشي لا الينا التمر اللي دوزت على الكورطاجات وعلى الاجهاضات وعلى الكواريث الكحله واش عاقل باش نصور خلينا نتفرج دابا بنادم بنادم دار بحطة دلويل خارج من صص الليل وانيا يا حبيبتي وما اختي الحمد لله اللي بغى سيدي ربي غادي تكون ان شاء الله غدا دابا نمشي للطبيب باش نعرف شنو كاين حيت شوف واخا ما يكونش الحماله تقدر الله يستر يكون شي حاجه يقدر بزاف الحوايج وكي قال حميد يقدر يكون ما بينش هذه شي حاجه فضروري خصني ان شاء الله نمشي للطبيب اصلا كنحس براسي اقسم بالله البنات انا واحد الانسانه قويه انا قويه وكنقولها لكم دائما والله العلي العظيم الا وصل لي العظم كنحس براسي انه فريمون مريضه مريضه ولكن واقفه ما كنبغيش نطيح فهمتوا داك المرضى اللي كتحسي براسك انه محتاجه غير الراحه وكتنوضي وكتهزي الراس هكاك انا حاسه واني ماشي مشكل ان شاء الله دابا نكونوا وحميد ان شاء الله منين يبغي سيدي ربي راه غادي يعطيك وليدات دابا باش نقول لكم انا راه دايره احتياطاتي ديالي باش نقول لكم فهمتوا راه دايره احتياطاتي ولكن ما عرفتش شنو هاد لا بيريود اللي معطله عليا ب 10 ايام شي حاجه ماشي هي هذيك وكنحس براسي زعما كلشي كنحس بها ثقيله ومريضه وما عرفتش المهم البنات نتوما اللي عندكم اللي عندها شي تجربه تبارطاجيها معايا الله يعطيكم الصحه قولوا لي شنو تجاربكم في هذا الشيء قولوا لي شنو دوزتوا قولوا لي حيت دابا مثلا شحال من وحده راه كتكون كتحسب ترى صراحه حامله وكتبقى كتعاين حتى كدوز واحد 3 شهور وهي كتعاين ما كتجيش عاد هي كتمشي للطبيب كتلقى راسها فات فيها الفوت مرضات في شي حاجه هي كتهضمش الطبيب يلاه صافي اه واش ما نقول لك مثلا كانت تعاود ما كان على الخوال خاوي دابا تنهضرش نشوف الطبيب ما شنو هي اسمو ماك صار ما كاين قلتي ما كاينش هذاك نمشي ولا عند الطبيب اللي كيعرف ما يا خيتي نبقاو كنهضروا حنا على هاد الطاسه ديال النحاس ما تبين لك داك الطاسه هذيك الطبيبه تما كتقلب الصراحه بعد المرات الله سبحانه وتعالى كيدير مسلك هاد الخير علاش والله الا ما كاينش معامل والله ما كاين معامل بعد المرات ربي راه كيدير مسلك ديال الخير والله البنات قسما بالله دابا تخيلوا انا كنراني حامله وكنتقبل هذا بهاد النقير ديالو تخيلوا كنراني نجيب شي راس بوراس بحال ما بدا يغني لك انت قالوا له كيغني والله ما كره سير وحيد راه غير عالم الوحيد يخليني شحال التلفازه بنادم دار بحطة دلويل بغيني انا نبغيه يا حبيبتي مستحيل شتي سالي تصبحي على خير غادي نتفدي لهاد التليفون ياك غادي نحبس وغادي نوضو انا وياه هاك بالك هاك جدك هاك باباك هاك امك كاين غير الله يعطيك الصحة عرفتو علاش اتونسيون كنشوف حاشاك حيت اش بنادم البنات تصر فهمتو داك التصار بنادم ملي كيتصر تصرت يا كبار تصرت يا كبار تصرتي ناري جاب الله ما كاين والو ما نكون راني جبت شي براس بحال هذا ولا كون راني جبت خويا طارق كيف قصني خويا طارق بعدا تيتي زوج بين وبوغوس ما كون جبت حامد تخيل واش عندي حامد وزيد حامد اخر تصرك مريض ديك الساعه بقى قطع حوايجي يلا البنات صلوا لي براسكم احلام سعيده وان شاء الله غادي نمشي للطبيب شوفوا انا دابا كنضحك معاكم واني والله العظيم اللي في قلبي راه في قلبي غادي نمشي للطبيب وديك الساعه نشوف شنو كاين حيت ما رانيش صابه وتخيلوا العرق كيطرطق لي هنايا عرق كيطرطق لي في قلبي كتشدي واحد النغزه في قلبي حتى كنشرب دو ليبران عاد كتمشي في صدري في الجهه ديال القلب من هنا في الرقبه هو انا كنعرفها بالكتابه هنا
ماما قالت لي القلب كيكون هنا، انا عندي هنا الحرق كتشدني هنا المغزى كتبقى نفض 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 نفض، كنشربوا لي برانات كتهدن. المهم روينه روينه بلا روينه في الكوزينه بلا ما نشكي عليكم اختي، تهلاي لي فراسك وتصبحي على خير واحلام سعيده بزوات.